المرآة هي الشيء الذي يعكس صورتك حينما تنظر إليه، والعلة أو الحكمة حتى يزيل الإنسان ما عسى أن يكون قد سقط عليه من أذى مشوه مثلا. وثبت عن ابن عباس أنه كان ينظر في المرآة، فقيل له في ذلك: كيف يعني أنت مشغول في المرآة وكذا يتزين ويتجمل؟ قالوا: لمن؟ قال: لزوجتي. قال يعني كانوا تعجبوا، فقال: يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن المرأة تتجمل لزوجها كذلك الزوجة تتجمل لزوجته. ويقول حنبل الذي عمه الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول: رأيت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد، وكانت له صينية، صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط، مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من قراءة جزئه نظر في المرآة واكتحل وامتشط، رحمه الله تعالى. إذا النظر في المرآة يعني من سنن، من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة، لأن هذا فيه هو وسيلة إلى التجمل.